تخرجنا ونتائجنا نرسم بها أمل. لمناسبة ذكرى ولادة بقية الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتزامنا مع ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، وأيضا تحت شعار لك يا مهدي نجاحي، أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة مهرجان تخرج طلاب وطالبات جامعات بغداد. وابقوا معنا في هذه التغطية الخاصة للاستماع إلى مشاعر الطالبات في هذا اليوم. أفرح بنجاحني بالمهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أول شيء نحب نقدم شكرنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم والإمام الجواد عليهم السلام لإحاطتهم ببركاتهم اليوم ويانا بالتخرج، ونشكر العتبة الكاظمية المقدسة على تنظيم هذا المهرجان الراقي، والحقيقة أدخل السرور كلش لقلبنا. أني سابقا شاركت بصورة جامعتنا، لكن اليوم الشعور كلش مختلف ومميز وحلو كلش، وحيل فرحانين مستمتعين بالأجواء والفقرات. ونشكر الدكتور ثائر على تنظيم هذا المهرجان، ونشكر كل إنسان ساهم بنجاح هذا المشروع وإدخال سرور على قلبنا، وإن شاء الله نكون بالمستقبل خريجين ونساعد بلدنا بنجاحها. أنا الحمد لله أنا من مرتدين العباءة بالحرم الجامعي، وأبدا ما شفت أي صعوبة بارتدائها بالجامعة، بالعكس رب العالمين زاد توفيقه إلي ارتداء العباءة بالجامعة، على العلم أنه المجتمع الجامعي يعني يرفض هذه الفكرة وينتقدون، لكن الحمد لله رب العالمين قوانا أنه نتحمل هذه الناس ونتحمل هذه الضغوطات. نجاحي يهدي رب العالمين في سبيل الله شهادتي والوالدي والأئمة المعصومين، وإن شاء الله نكون في دولة الإمام المهدي عجل الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر جهود العتبة الكاظمية المقدسة اللي خلتنا نفرح بهذا الاحتفال المبهر، نشكرهم على كل شيء، على كل التحضيرات اللي صارت، وأهدي تخرجي إن شاء الله يا مولاي صاحب العصر والزمان، وأهدي تخرجي لأمي وأبي، وكلش فخورة إني أجيت بهذا المكان المقدس تخرجت به، إنه ختمت مرحلة 16 سنة بهذا المكان المقدس وعلى هذا الاحتفالية الحلوة. وطبعا تكملت فرحتنا بلبسي للعباءة، طبعا أنا لابستها من عمر 12 سنة لحد الآن، وفخورة جدا بإني أخذت قرار إني لبستها بهيج عمر صغير ولحد الآن مقتدية بها. يكون حفلا للتخرج. توفيقي انه كلش كافي، انه العبايه مقتديه بها، مقتديه بمولاتي فاطمه الزهراء عليه السلام والسيده زينب عليه السلام، اقتديت بها لان احسها انه هي اللي تحميني من كل المخاطر مال الحياه، من كل شيء، من اي خطر يمكن يصيبني، من كل شخص انه يتعرض لي، انه توقعي انه بالجامعه يحترموني اكثر لاني يعني انا لابسه عبايه، منه ما يتعرضوا لي، ما يتعرضوا مثل ما يتعرضوني للبقيه يعني. وجميع الطلبة على إن شاء الله. أول شيء نسأل الثبات إلنا وللبنات اللي لابسات العباية، وبعدين إنه نسأل إن شاء الله اللي اهتداهن قليل إن شاء الله يهتدن بعباءة السيدة زينب وبمولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام. نشكر العتبة الكاظمية المقدسة لاحتضانها طلاب الجامعات بهذه المهرجان الكبير وتقديم خدمات مهمة للطالبات، إن شاء الله في ميزان حسناتهم القائمين على هذا العمل، وبركات الإمامين المعصومين، وإن شاء الله نحو الأفضل والأكمل إن شاء الله بإذن الله. نشكر الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة على هذا المهرجان الرائع لحفل التخرج كل طلبة بغداد، هذا يكون حافز قوي لتشجيع الكثير من الطالبات على الدراسة أكثر والتفوق بالحياة العلمية والعملية، وأيضا ندعو الفتيات الاهتمام بالدراسة وخدمة آل البيت عليهم السلام، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في الدين والدنيا والآخرة. مشاهدينا الكرام، هذه كانت تغطيتنا لهذا اليوم، سمعنا مشاعر الطالبات لهذا اليوم وهم في رحاب الإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام، ينتهلون منهم التوفيق وأيضا يتمنون منهم التوفيق، ختموا مراحل دراستهم في هذا المكان المقدس. نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في الجامعات، وإن شاء الله يا رب ينتهجوا نهج أهل البيت عليهم السلام. إذن تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء. حرمنا الجامع دائم.